ونبقى في صنعاء. تنضم إلينا من هناك السيدة ماري كلير فغالي، الناطقة الرسمية للصليب الأحمر الدولي في اليمن. مرحبا سيدة ماري، أنت تسمعيننا؟ نعم، نعم، أهلا وسهلا. حدثينا لو سمحت عن الاحتياجات الإنسانية الملحة الآن في اليمن. نعم، لقد أصدرت اللجنة الدولية للصليب لحظات بيانا دعت فيه إلى وقف فوري للأعمال القتالية من أجل أن نتمكن للدواعي الإنسانية، طبعا من أجل أن نتمكن من إدخال مساعدات طبية إلى البلاد، وأيضا من أجل أن يتمكن اليمنيون من الخروج من منازلهم لشراء المياه والطعام والحصول على العناية الطبية التي يحتاجون إليها. ومن المهم أيضا أن نشير إلى أن حالات القتال التي لا زالت جارية في عدد كبير من المناطق اليمنية ولا سيما في عدن، بالإضافة إلى الضربات الجوية، عقدت كثيرا الوضع الإنساني، وهو بات بصعوبة لدرجة أن هناك أيضا جثث على سبيل المثال في عدن ما زالت في الشوارع، ولا يستطيع الهلال الأحمر اليمني أن يخرج لكي يخرجها بشكل طبيعي. وقد تعرض أمس اثنان من الهلال الأحمر، مسيفي الهلال الأحمر اليمني المتطوعين، إلى إطلاق نار وقضايا على الفور، وهذا أمر غير مقبول. ما هي المناطق الأكثر احتياجا للعون الإنساني؟ الوضع صعب لليمنيين في كل الأراضي اليمنية. هناك إقفال تام للطرق البحرية، للطرق الجوية، المطارات مقفلة. اليمن هي دولة تعتمد كثيرا على المجيء من الخارج على استصدار المواد الغذائية، وبالتالي الوضع معقد لكل المناطق ولكل اليمنيين. ولكن القتال، يعني بالإضافة إلى الأعمال القتال الغراب، هناك الأعمال القتالية التي ما زالت خطرة جدا في مناطق كثيرة من جنوب البلاد، وهي المناطق التي تواجه الحاجات الإنسانية الأكبر من حيث الحاجات الطبية. هل تواصلتم سيدة أمريكا منظمة صليب أحمر مع قوات التحالف لتسهيل إدخال مساعداتكم التي تطلبونها؟ نعم، بطبيعة عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي تتواصل مع كل الأطراف، وبكل الأطراف أعني فعلا كل الأطراف في اليمن وخارج اليمن، ونحن نتحدث مع الجميع بشكل ثنائي وسري، وهناك جهود مستمرة من أجل إدخال المساعدات الطبية التي لم نستطع إلى اليوم إدخالها إلى اليمن، ونحن لدينا أمل كبير بأن نتمكن غدا إن شاء الله من إدخال هذه المساعدات لتخفيف المعاناة ولتخفيف الضغط على المرافق الطبية في البلاد. شكرا جزيلا السيدة ماري كلير فغالي، الناطقة باسم الصليب الأحمر الدولي في اليمن.